السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنستكمل كلامنا عن الفارماكوكينيتكس، وهنتكلم على الميتابوليزم أو البايو ترانسفورميشن، وكمان الدراج إليمينيشن. الميتابوليزم هي الأيتم رقم 3 في الفارماكوكينيتكس. يا ترى بيحصل فين الميتابوليزم في الجسم؟ طبعا بيحصل في الليفر، وده المين سايت. الليفر هو المين سايت اوف دراج ميتابوليزم. ازاي بيحصل ميتابوليزم في الليفر؟ عن طريق الميكروزومال انزيمز اللي موجودة في الهيباتيك اندوبلازميك ريتيكولم. كمان الميتابوليزم ممكن يحصل في أماكن تانية زي الجات وول، اللنج، البلد. بعض الأدوية بتخرج بره الجسم من غير ما يحصل لها ميتابوليزم، يعني unchanged، ولكن تقريبا كل الأدوية لازم بيحصل لها ميتابوليزم. الدواء بعد ما يحصل له ميتابوليزم بيتحول الى ميتابوليك برودكت، والميتابوليك برودكت دي are usually less pharmacological active، بيبقى less في الاكتيفيتي او بيكون more active، او ممكن يتحول الى toxic substance. يعني الميتابوليك برودكت ممكن يكون less active أو more active عن البيرنت دراج قبل الميتابوليزم يعني، أو ممكن يكون توكسيك. وممكن لو الدواء water soluble هيروح للكيدني ويحصل له excretion من الكيدني تيبيولز. طيب بيكون كمان less likely to bind to plasma protein، و less likely ان هو يحصل له ستور في الفاتي تيشو. الصورة دي بتوضح ان النون بولر دراج اللي هو اي دراج يعني بيدخل جوه الجسم لازم بيروح على الليفر عشان يحصل له ميتابوليزم، عشان يتحول الى بولر يبقى مور بولر، او بمعنى اخر مور ووتر سوليوبل، علشان يبقى سهل ان هو يخرج عن طريق الكلى. والدواء لما بيروح الليفر بيحصل له ميتابوليزم بطريقتين. المحطة الأولى بنقول عليها فيز 1، وفيز 1 دي بتتضمن أو بتشتمل على الأكسيديشن والريدكشن والهيدروليسيس، و ممكن كمان يحصل فيز 2 اللي هو عبارة عن الكونجوجيشن. والكونجوجيشن دي سينسيتيك بروسيس. هنتكلم الأول عن الفيز 1 دراج ميتابوليزم، ودي فيها بيتحول اللايبوفيليك دراج إلى مور بولر مولكيولز علشان تعرف تخرج من الكلية. فيز 1 رياكشن ده زي الاكسيديشن والهيدروليسيس والريدكشن، اهم عملية فيهم هي الاكسيديشن.
الدواء بعد ما بيحصل له ميتابوليزم او فيز 1 رياكشن، اما بيتحول الى اكتيفيتد فور او ممكن يحصل له ان اكتيفيشن او ممكن يفضل ايه unchanged ما بيتغيرش. وعلشان كده العمليه دي اللي هي فيز 1 دراج ميتابوليزم بنقول عليها ان هي ايه نونسينسيتيك. نونسينسيتيك يعني مفيش حاجه جديده اتكونت. اهم انزيمات في الفيز 1 رياكشنز هي السيتوكروم بي 450 انزيمز. السيتوكروم بي 450 انزيمز كاتالايز ال اوكسيديشن اوف دراجز، وهي دي اللي بتعمل اوكسيديشن للادويه. في منها ايزوزايمز كتيرة من هذه الانزيمات مدينها ايه مدينها ارقام، رقم ده بيمثل الفاميلي وحرف بيمثل السب فاميلي ورقم بعد الحرف ده بيمثل الجين. ففي عندنا ايزوزايمز كتيرة او ايزوفورمز من السيتوكروم بي 450. اهم انزيم في المجموعة دي هو السيتوكروم بي 3A4، ده 3A4 وده تقريبا بيمثل 36% من كل الايزوزايمز اللي موجودة او اللي بتستخدم في الدراج بايو ترانسفورميشن. والايزوزايم ده بيعمل ميتابوليز لتقريبا 50-70% من الادوية. يبقى في عدد كبير من الأدوية بيحصل له ميتابوليزم عن طريق هذا الإنزيم. في أدوية بتروح الليفر وتعمل إندكشن للإنزيم أو تعمل إنكريز للسيتوكروم بي 450 إنزيمز، بنسميهم سيتوكروم بي 450 انزيمز انديوسرز لانهم عملوا اندكشن او عملوا انكريز للسنس بتاع هذه الانزيمات. ده هيؤدي الى ايه؟ هيؤدي الى انكريز في الميتابوليزم بتاع الدواء. الانزيم زاد يبقى الدواء هيحصل له ميتابوليزم اسرع. طيب ايه كمان؟ ده برضو هيؤدي الاندكشن بتاع هذه الانزيمات هيؤدي الى decrease في البلازما concentration of drug طبعا. وبالتالي مادام concentration بتاعت الدواء قلت في الدم معنى كده ان كمان هيحصل decrease في therapeutic drug effect. الدواء مش موجود عشان يدي التأثير، concentration خلاص الدواء اتكسر بالميتابوليزم السريع وبعدين الكونسنتريشن بتاعته طبعا هتقل في الدم وبالتالي الثيرابيوتيك افكت بتاعه كمان هيتأثر. من الأدوية اللي بنعتبرها انديوسرز لهذه الانزيمز الفينوباربيتال والريفامبين. وزي ما في أدوية بتعمل اندكشن للسيتوكروم بي 450 انزيمز، في أدوية تانية بتعمل لها inhibition بنسميها سيتوكروم بي 450 inhibitors.
ومن أمثلتها الإريثروميسين والأوميبرازول والكيتوكونازول. الإريثروميسين ده مضاد حيوي، والأوميبرازول ده بروتون بامب إنهيبيتور، والكيتوكونازول ده أنتي فانجل دراج. وعايزين هنا نقول كمان ان بيحصل الانهيبيشن بتاع السيتوكروم بي اوكسيديز انزيمز، بيحصل دراج دراج انتر اكشن، لان الانهيبيشن بتاع هذا الانزيم بنعتبره امبورتنت سورس اوف دراج انتر اكشنز، اللي هي ممكن تؤدي الى serious adverse effects او تؤدي الى toxicity. مثال على الدراج دراج interaction هنا الاوميبرازول اللي هو بروتون بامب انهيبيتور، بيستخدم لما يكون في بيبتيك ألسر. ده عبارة عن potent inhibitor ل 3 cytochrome B 450 enzymes. دول مسؤولين، هذه الانزيمات اللي هو بيعمل لها انهيبيشن مسؤوله عن الميتابوليزم بتاع الوارفرين. طيب لما انا اعمل للانزيمز دي انهيبيشن، الوارفرين هيحصل له ميتابوليزم؟ مش هيحصل له ميتابوليزم. يبقى معنى كده ان الوارفرين الكونسنتريشن بتاعته في البلازما هتزيد، يعني مش هيكسر، مش هيخرج بره الجسم، مش هيحصل له اليمينيشن. Which leads to greater anticoagulant effect. الوارفرين ده طبعا anticoagulant، يعني المفروض ان هو بيعمل bleeding خلاص، او بيعمل prevention للcoagulation بتاع الدم. لما انا ازود الconcentration بتاعته جامد كده في الدم لانه ما حصلوش تكسير، لان الانزيمز بتاعته اللي المفروض انها بتكسره حصل لها inhibition عن طريق ال أوميبرازول، يبقى الـ end result هنا ايه؟ هيحصل side effect مش حلو ابدا، او هيحصل risk of bleeding. يبقى احنا كده هنزود الـ risk of bleeding من بسبب الورفرين. تمام كده؟ تعالوا هنا نشوف الفرق بين الـ cytochrome ب 450 inhibitors والinducers. الinhibitors هيعملوا ايه؟ هيزودوا الconcentration بتاعة الدراج، كمان هيعملوا serious adverse effect نتيجة لزيادة الconcentration بتاعة الدراجز. امثلة هنا الاريثروميسين كيتوكونازول والاوميبرازول زي ما قلنا قبل كده. طيب والانديوسرز هيقللوا البلازما كونسنتريشن اوف دراج، لان هيحصل ميتابوليزم سريع لهذه الادويه، الانزيمز موجوده وكتيره. وبعدين هيحصل ان الافكت بتاع هذه الدراجز هيقل طبعا، لان الكونسنتريشن بتاعها في الدم قل. والامثله هنا فينوبربيتال والريفامبين. خلصنا كده فيز 1 دراج ميتابوليزم. اللي حول لي اللايبوفيليك دراج الى بولر دراج بالعمليات دي اللي هي الاكسيديشن او الريدكشن او الهيدروليسيس، تحول الى بولر دراج عشان يسهل ان هو يخرج عن طريق الكدني. فبعض الأدوية، بعض الأدوية اللي هي اللايبوفيليك بتبقى لازالت لايبوفيليك، ما تحولتش إلى بولر موليكولز، فبتدخل في فيز 2 ميتابوليزم. طيب وبعض الأدوية
بتدخل من البداية فيس 2 على طول. ده طبعا على حسب شكل الدواء وخواصه وحاجات كتيرة تانية. طيب نيجي نشوف الفيز 2، هنتكلم دلوقتي على فيز 2. ده فيز 2 ده عبارة عن conjugation reaction، عبارة عن ايه؟ conjugation reaction. هينتج لي في الاخر conjugation products، وهيكون الconjugation product ده water soluble، يعني هيبقى سهل ان هو يخرج عن طريق الكدني. كويس كده؟ طيب الدواء طبعا لما بيحصل له conjugation بيبقى ايه؟ بيتحول الى inactive. طيب ممكن يحصل الconjugation ده بكذا حاجة، بالجلوكورونيك اسيد، سلفوريك اسيد، اسيتيك اسيد، او امينو اسيد. ممكن يحصل conjugation مع اي حاجة ويكون الـ inactive drug ده اللي هو بيبقى water soluble وبنسميه conjugation product. ممكن ان هو يسهل الاكسكريشن بتاعه يخرج عن طريق الكدني او عن طريق البولي. كده خلصنا الميتابوليزم، ندخل بقى في الاليمينيشن. الدراج اليمينيشن دي عملية بتحصل فيها termination للدراج اكتيفيتي. خلاص الدواء عمل اللي عليه جوه الجسم وخلاص كده، عايزين نعمل termination للدراج اكتيفيتي. عملية اخراج الدواء بره الجسم بتحصل mainly فين؟ في الكدني. تمام؟ طيب في الكدني بتحصل الإليمينيشن، خلاص، فبنقول عليها ايه؟ renal route of elimination. طب هل في روتس تانية للإليمينيشن؟ في حاجة اسمها extra renal routes. تمام؟ وديت مثال ليها، ان الدواء ممكن يحصل له elimination عن طريق البايل، الانتستين، اللونج، الميلك، وأماكن تانية. في الصورة دي الدواء ممكن يخرج في الكلية عن طريق الفلتريشن، تاني حاجة الأكتيف سكريشن، ده بيحصل هنا في البروكسيمال تيبيولز، وممكن يحصل حاجة اسمها باسيف ري أبسوربشن. والباسيف ري أبسوربشن ده بيحصل للليبيد سوليبل ان ايونايزد دراجز، بيحصل ايه؟ باسيف ري ابزوربشن. الليبيد سوليبل دراجز ممكن تنزل هنا مع الفلتريت، بيحصل لها في الديستال تيبيولز ري ابزوربشن، باسيف ري ابزوربشن، لانها بتبقى كونسنتريتد هنا، فهتمشي من التركيز الأعلى إلى التركيز الأقل عن طريق الباسيف ديفيوجن. طيب الدواء اللي بيخرج في الفلتريت ده بيبقى عبارة عن إيه؟ عبارة عن ionized lipid insoluble drug. هو ده اللي مسموح له فين؟ إن هو يخرج بره مع اليورين. يبقى الدواء لازم يكون ionized
و ليبيد انسوليبل علشان يقدر يخرج في اليوم. هنشرح اول حاجة بتحصل في الكدني علشان تعمل إليمينيشن للدرج، وهي الجلوميرولار فلتريشن. جلوميرولار فلتريشن ايه اللي بيحصل هنا؟ زي ما احنا شايفين دي البومنز كبسول، طبعا البلوت فلو اهو ماشي هنا، ده بنسميه الافرنت ارتريول، وده الافرنت ارتريول، ودي الجلوميرولس. دي كده البومنز كبسول اهي، ودي البروكسيمال تيبيول. ايه اللي بيحصل؟ بيعدي الدم هنا، طبعا الدم فيه الدواء، هيحصل فلتريشن للدواء. يبقى الفري دراجز او فري فورم اوف ذا دراج ار فلترد ات جلوميرولاي، ار ايه فلترد ات جلوميرولاي، يبقى الدواء موجود هنا في الفلتر. تمام. الليبيد سوليبيليتي والبي اتش ما بيأثروش هنا على الباسج اوف ذا دراج انتو ذا جلوميرولار فلتريت. الحاجة التانية اللي بتحصل في الكدني اللي هي بروكسيمال تيوبولار سيكريشن، ودي بتحصل هنا في البروكسيمال تيبيول، وبتبقى عبارة عن active secretion mechanism أو بنقول عليها active transport mechanism. يعني معنى كده مدام قلنا active mechanism يعني ايه بقى؟ يعني بتحتاج طاقة وبتحتاج كارير، وعلشان هي بتحتاج طاقة وكارير بنقول عليها ان هي limited process، علشان لو مفيش انرجي او مفيش الكارير اللي هيساعدها خلاص مش هينفع، هتوقف العملية دي مش هتحصل. بعكس الفلتريشن، الفلتريشن ما كانش بايه في حاجة بتأثر عليها، علشان كده بنسميها unlimited. يبقى الفلتريشن unlimited ولكن الactive secretion of drugs limited. الحاجة التالتة اللي بتحصل في الكدني هي التيوبولار reabsorption. ودي بتحصل في الديستال تيوبولز، وهنا الدواء الليبيد سوليبل اللي خرج مع الفلتريت بيحصل له ري ابزوربشن مع المية في الديستال تيوبولز، باي باسيف ديفيوجن. وقلنا قبل كده ليه هنا الباسيف ديفيوجن؟ لان هنا الكونسنتريشن بتاعته عاليه، هيخرج الدواء هو ليبيد سوليبل، هيخرج من الكونسنتريشن الاعلى الى الكونسنتريشن الاقل، وهيروح يحصل له ري ابزوربشن ويبقى في البلط. الدواء كمان ممكن يخرج حاجات تانية غير الكدني، زي ممكن انه يخرج في البايل، بايل انتستين، ويخرج في الفيسز، او انه يخرج عن طريق اللونج لو الدواء ده زي اناسيتيك جازس مثلا، زي ايسوفيورين
ده بيخرج عن طريق اللنج. ممكن بعض الأدوية كمان بيحصل لها إليمينيشن في الملك، ولو حصل كده ممكن يحصل undesirable side effects للإنفانت. ومادام بنتكلم على الإليمينيشن لازم نعرف يعني إيه drug half life أو T half. التي هاف هي التايم ريكوايرد فور ذا كونسنتريشن اور اماونت اوف دراج ان ذا بودي تو ريديوس باي 1 هاف، يعني 50%. يعني هو الوقت اللي بيحتاجه الدواء علشان يوصل للخمسين في المية من تركيزه في الجسم. يعني هنا دلوقتي لو ده الكيرف ده عبارة عن التايم كونسنتريشن كيرف، وانا مدية الدواء بجرعة 100 ملي، الدواء يعني الدواء دخل الجسم بالكونسنتريشن دي 100 ملي، كانت كونسنتريشن بتاعت الدواء 100 ملي أول ما دخل الدواء. الدواء بقى هياخد وقت قد إيه عشان يوصل لنص هذه الكونسنتريشن؟ نص المية كام؟ 50. أدي 50 أهي، يبقى الوقت اللي أخده الدواء عشان يوصل لنص الكونسنتريشن بتاعته في البلازما هو ده التي أوف. فهنا مثلا دي كده 1 hour، يبقى it takes 1 hour for this drug concentration to fall from 100 to 50. علشان كده ايه تبقى ال half life 1 hour. طبعا ال هاف لايف دي بتاعت الدواء بتعتمد على how quickly the drug is eliminated from the plasma. يعني الدواء ده لو كان eliminated بسرعة من البلازما هتبقى الهاف لايف قد ايه؟ صغير. كل ما كان الدواء بيحصل له elimination ببطء من البلازما يبقى التي هاف هتبقى طويلة. كل ما زادت التي هاف كل ما قلنا على الدواء ده of long duration of action. يبقى أنا لو عايزة أزود ال duration of action بتاعة الدواء هقلل ال elimination بتاعته، وبالتالي هتزيد ال half life وتزيد الـ duration of action. ودلوقتي هنتكلم عن الـ order of elimination، orders of elimination أو أشكال الـ elimination. النوع الأول اسمه first order elimination. first order elimination لو عملنا علاقة بيانية بين التايم والكونسنتريشن، حقنت دواء انتروفينوس بتركيز 100 ملي جرام مثلا جرعة واحدة في شكل جرعة واحدة بس 1 دوز، الدوز دي 100 ملي جرام، وقعدت اشوف ايه اللي هيحصل فيها. هلاقيها بتقل، تمام، اه لحد ما تقل خالص، هنا تديني شكل الكيرف ده. طيب والتي هاف هنا هلاقيها متساوية، كل تي هاف من دول عبارة عن 1 hour 1 hour.
واحد واحد واحد، يعني تي هاف هنا ايه؟ متساوي. طيب يبقى هنا نقدر نقول ان الفيرست اوردر اليمينيشن بيكون فيها the same proportion of drug is eliminated per unit time اللي هو t half. the same portion يعني 50%، 50% من هنا في 1 hour، وخمسين في المية تاني في 1 hour، 50% تالت في 1 hour. يعني الدواء قل من 100 لـ50 اهو، من 100 وصل لـ50 في التايم ده اللي هو التي هاف، دي عبارة عن ساعة. طيب وقل من 50 إلى 25 في ساعة كمان اهو، من 50 إلى 25 ساعة كمان، وأقل من 25 للـ12.5 اهي، 25 اهي و12.5 اهي، أخد برضو ساعة. يبقى ايه اللي بيميز الـ first order elimination؟ إن the same proportion of the drug is eliminated per unit time. كده كويس أوي. طيب variable amount is eliminated based on plasma concentration، يعني ايه؟ يعني انا كل ما زود ال concentration بتاعت الدواء في البلازما، كل ما زاد الإليمينيشن. يعني أنا لو زودت الكونسنتريشن هنا بدل ما كانت 1000، أنا بدل ما كانت 100 خليتها 1000، يبقى الإليمينيشن هيزيد. خلاص، يبقى هنا في علاقة طردية بين الـ rate of elimination والـ drug concentration. طيب معظم الأدوية exhibit first order kinetic، خلاص معظم الأدوية بتبقى ايه؟ بتتبع هذا النوع من الـ elimination اللي هو بنقول عليه first order elimination. يعني لو قلت لك دلوقتي ان في دواء 3% منه eliminated كل ساعتين، يبقى الدواء ده بيتبع اي نوع من الاوردر، فيرست اوردر ولا زيرو اوردر؟ ده هيبقى فيرست اوردر كينيتك. ليه؟ علشان في بروبورشن ثابت بيحصل له elimination per unit time. تعالوا نشوف بقى الزيرو اوردر كينيتك. في الزيرو اوردر كينيتك هنا بقى a constant amount of the drug is eliminated per unit time. constant amount مش proportion. في first order kinetic قلنا ايه؟ قلنا ان في constant proportion اللي هي 50% دي، انما هنا في zero order بنقول constant amount of the drug is eliminated per unit time regardless البلازما كونسنتريشن. في الفيرست اوردر كنا بنقول ان هو بيعتمد على البلازما كونسنتريشن، انما هنا البلازما كونسنتريشن ملهاش لازمه.
مهما زودت الدواء، مهما زودت الكونسنتريشن بتاعه الدواء برضو هي نفس الاماونت هيحصل لها ايه؟ elimination، مش هتزيد. constant amount of the drug is eliminated per unit time. وهنا نلاحظ ان ال curve اللي هو time concentration curve linear، ولو حسبنا ال half life هنلاقي ال first half life مختلفة عن ال second half life ومختلفة عن الثيرد هاف لايف، ونلاحظ ان هي بتقل، كل هاف لايف بتقل عن اللي قبلها، انما في الفيرست اوردر اليمينيشن كانت الهاف لايف ثابته، كانت 1 اور 1 اور 1 اور، كل ساعة كان ينزل الكونسنتريشن للنص، ده في الفيرست اوردر كاينتيك. طيب انما هنا زي ما احنا شايفين كده التي هاف ايه، ما هيش ست. طيب لو الدواء بتاعي ماشي بهذا النمط يبقى هو هيتبع ايه؟ الزيرو اوردر كاينتيك، وده طبعا هيبقى دواء خطير جدا، علشان لو غلطت واديت جرعة كبيرة شوية هيحصل ايه؟ الدواء ده هيتراكم في الجسم وهيعمل تسمم، لان هو مش هيزود الاماونت to be eliminated، الاماونت اللي بيعمل لها elimination هتفضل زي ما هي constant، لان الريت اوف اليمينيشن في هذا الاوردر اللي هو الزيرو اوردر اليمينيشن بيبقى ايه؟ ثابت، مش هيتغير بتغيير الجرعه او بتغيير الكونسنتريشن بتاعه الدواء في البلازما. يبقى نخلي بالنا قوي لو الدواء بيتبع الزيرو اوردر اليمينيشن، نخلي بالنا من ايه؟ من الجرعه واحنا بنحسبها قبل ما نديها للبيشنت، لان لو حصل وغلطنا في الجرعة ودينا جرعة زيادة شوية هيتراكم هذا الدواء في الجسم وممكن يعمل تسمم. طيب يبقى لو قلت لك دلوقتي ان 2 ميلي جرام من الدواء are eliminated per minute مثلا، يبقى الدواء ده بيتبع اي اوردر؟ زيرو اوردر elimination ولا الفيرست اوردر elimination؟ طبعا بيتبع الزيرو اوردر elimination، لان دي amount ثابته بيحصل لها elimination per unit time. هنا في مقارنه بين الفيرست اوردر elimination والزيرو اوردر elimination. طبعا الفيرست اوردر هنا الكيرف شكله ايه؟ exponential، اما الزيرو اوردر شكل الكيرف بتاعه ايه؟ linear. وفي الزيرو اوردر the same amount of the drug constant amount مش proportion is eliminated per unit time regardless the plasma concentration of the drug، يعني rate of elimination constant. مثال هنا يعني 2 ميلي جرام من الدواء are eliminated per unit per time unit أو per minute per minute. اما في الفيرست اوردر اليمينيشن هنقول ان the same proportion of the drug proportion اللي هي 50% اللي بينقصها الدواء، نسبة معينة وثابتة، نسبة ثابتة من الدراج is eliminated
per unit of time. This lead to a variable amount eliminated based on the plasma concentration. يعني في direct proportion بين ال plasma concentration و rate of elimination. As the concentration drops, كل ما قلت ال concentration كل ما ايه ما ال elimination rate يحصل له drop هو كمان. مثال هنا هنقول 2% of the available drug is eliminated per minute. يبقى هنا قلنا 2 ميلي جرام في zero order، وهنا قلنا ايه 2%. هنا the same amount وهنا the same ايه proportion.